انا بس امبارح احنا كنا في واحده من المؤسسات العملاقه، مؤسسه روزا اليوسف، 99 عام على صدور اول عدد من روزا اليوسف اكتوبر 1925. السنه الجايه ان شاء الله يكون 100 عام على روزا اليوسف. روزا اليوسف احتفلت الاسبوع اللي هو يوم السبت اللي فات ده بصدور العدد رقم 5000 من مجلة روزا اليوسف. رحنا الحقيقة امبارح قابلنا الأستاذة هبة صادق رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ أحمد الطهري رئيس التحرير، وكل الزملاء، والأستاذ محمود سماحة مدير التحرير، وعمال المطابع الجمال. الحقيقة كان معايا زملاء، والحقيقة دي أنا أخدها سنة كده عن يعني كل مرة بقى، لأنه الحقيقة في زملاء بيبقوا موجودين معانا، زملاء بقى اللي هو المصورين والفنيين والمخرج والآخر. خلينا نشوف الأمر ده، لأنه لازم نشكرهم على المجهود اللي بيبذلون، إن الناس دي في نفس اليوم ده بيقوموا من الساعة 2 الفجر عشان يعملوا مثل هذه التقارير. فخلينا نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم. احنا كده الحلقه بتاعتنا خلصت، او التقرير بتاعنا خلص، فخلاص بقت سنه كده عندنا ان قبل ما نقول لحضراتكم تصبحوا على خير لازم نشكر كل الزملاء اللي موجودين معايا في الكرو اللي تعبوا معايا. ها حب اسماعيل سيد العريس، عبر العروسه يا سيد عبد الرحمن ابراهيم، مينا كمان عبد العليم ابراهيم، محمد فاروق، مصطفى كسات، وسام الجزار، طه ابو عار، كريم عبد العزيز. اهلا وسهلا كريم عبد العزيز. ها لا مش سامع، والنبي ما سامع تاني. زميلنا العزيز احمد سيد مخرج التقرير، وزميلنا معانا مخرج في البرنامج محمود كمان. احنا 2 4 6 8 10 12 13 في حد تاني يا ابو حميد، ولا احنا كده تمام؟ الناس دي تعبت او بيتعبوا معانا دايما كتير، فلهم منه كل الشكر، لانه تعبهم مش تعب انا الحقيقه، هم اللي بيحضروا لحضراتكم كل المتاح، وبيصحوا من الساعه 2 بالليل عشان نعمل التقرير وننجزه لحضراتكم في هذا. بشكركم، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. الزملاء اللي بيطلعوا معانا التقارير الحقيقه بيتعبوا جدا، يعني وخصوصا لما نطلع بقى الاقاليم ونروح بقى الاراضي الزراعيه، ونروح وفي وسط الحر ده، وفي وسط الحقيقه في الشتاء. انا يعني ممتن لكل زميل خرج معانا في تقرير. في بقى حاجه حصلت، لانه التقرير عملناه يوم الاربع، وكان لازم يتعمل بصوره سريعه جدا في عشان يتذاع الخميس، وبيشتغل على المونتير بتاع الحلقه زميلنا المونتاج، زميلنا الاستاذ محمد الحواط، وده كان بيشتغل على المونتاج بتاع الحلقه. وهو بيشتغل على المونتاج ابلغ بوفاه والده. فالحقيقه يعني زملائي كانوا بيتكلموا، فاحنا يعني انا بعزيك يا استاذ محمد، وخلص العزاء ليك وللاسره، ويعني ان شاء الله تكون اخر الاحزان، وان شاء الله ترجع لنا بالسلامه باذن الله.